تهوية البيت تجدد الهواء داخل المنزل بشكل عام، فحتى بالنسبة لنا احنا أنفاسنا ثاني أكسيد الكربون ولا شيء، خصوصا الناس اللي ما عندهم زرع في البيت بيحتاجوا إلى نوع من تجديد الهواء حتى لدخول الأكسجين يعني من داخل البيت. يمكن عندنا برضو انطباع أن أشعة الشمس تقتل الجراثيم، وهي تقتل الجراثيم بس لم تظهر أن علاقة مباشرة بينها وبين كورونا، على الأقل بحسب المصادر التي قرأتها لم يعني هم في توقعات ويتمنون أنها مع الصيف أنه ينحسر فيروس كورونا، ولكن لم يربط ذلك بالشمس، خصوصا أن ظهور الفيروس طلع لنا في أشهر الشتاء ولتو إحنا أقبلنا على فصل الربيع. فإحنا تعودنا أصلا هذا من الأشياء القديمة في التعامل مع الجراثيم ومع الميكروبات، أن نهوي البيوت، أن نشمس البيوت، أنه الاستخدام النظافة الغسيل الأيدي، وهذه حتى من أيام جداتنا كانوا بيعملوا هذا الشيء. نعم. أو ما هو شيء جديد في المجتمعات. نعم. ودائما ترتبط بالصحة العامة، يكون في فعلا في مسبب وتفعيل اللي هو أو تعزيز الصحة العامة أحد الأساليب بإذن الله لحماية الناس. نعم.